اليوم المؤتمر الخامس لأمراض السم، وتحت رعاية معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع. لا شك أنه يعد من المؤتمرات المميزة والمتخصصة واللي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، وطبعا هو يشكل لقاء نخبة من أطباء الأنف والأذن والحنجرة يناقشون فيها خلال الثلاث أيام آخر ما توصلت له الإجراءات الخاصة بعلاج مرضى الأنف والأذن والحنجرة.